حقنت الجيران حاطه الابيض والاحمر والعيون ده عيون رايحة بيت الجيران حتى الأبيض والأحمر والعيون دي عيون غزلان العيون دي عيون غزلان طلع من بيت أبوها رايحة بيت الجيران حتى الأبيض والأحمر والعيون دي عيون غزلان العيون دي عيون غزلان طلع من بيت أبوها رايحة بيت الجيران حاطة الأبيض والأحمر والعيون ده عيون غزلان ايه العيون ده عيون غزلان طلع من بيت أبوها رايحة بيت الجيران حاطة الأبيض والأحمر والعيون ده عيون عقبال نفوسة وتوحيدة عقبال أولادك يا حبيبتي نعمة ومحمد ووجيدة طلع من بيت أبوها رايحة بيت الجيران حتى الأبيض والأحمر والعيون ده عيون سلام يا جدع سلام قدع سلام للجدعان التمام الليلة احنا بيهم في غاية الانسجام سلام 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 للشيخ خميس من الأستاذ أنيس ودع سلام خصوصي بالطبع للعريس يا سيد ما شفتش العريس انا لا اعرف العروسة ولا اعرف العريس مبروك يا معلم طنطاوي عقبال اولادك ناوي الليلة يا واد اخر امله وجودك بس يا بسطاوي أجدع سلام كبير للشيخ عبد البصير بيحيي كل راجل صغير أو كبير وبيحيي العريس أمال فين العريس النصيحة اللي أديها لك إنك أنت كن شيدي في الجواز لازم يا صاحبي تبقى دايما ودعاني اي نعم خليك شديد خلي مخك ده حديد كشري في وش وقلبي بوزك كل ما تنكفي تكسبي جوزك كشري في وش وقلبي بوزك كل ما تنكفي تكسبي جوزك وابقي تطيله كل ما يدينه حد من أهله ألا يتشكله وابقي بعديها ارجعي اديله وريها العين الحرة تتعود مرة بمرة ولا يمكن أبدا تقدر تستجري تكون أنا حرة قصقصي طيرك وين ما كنت وانت ماشي الهف وغيرك وانت
كانت الوالدة تبقى تكرمها. سلام يا جدع للعريس، سلام للعريس، سلام احمد سيبرتو لجدعان البوليس. هطلب اجنه ده انت نسيبه، وده واجب الصاحب لحبيبه. انا مال عزت انت تفنجر، الفنجر يفنجر من جيبه. ولا انا حضرات السميعه والناس الفن الدفيعه، الست هنا مش صنيطه هتقدم طقطوقه بديعه. الو الو، نجري الان بعض التجارب. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. الو، راديو الجعافرة، راديو الجعافرة 666 شارع المصطبة، المحل مستعيد.